السلام عليكم، وياكم منير. لي قبل فترة رحت المحل مال الحيوانات واشتريت سمك للحوض مال السمك مال تيترا مالتي، وصورت فيديو هناك على انواع السمك شوية والانواع مال السمك اللي اشتريتها. اشتريت سمك وهسه حتشوفوهم بالفيديو، وخليتهن يعني الطريقة العادية اللي واحد يشتري بيها سمك جديدة، خليتهن بالحوض هنا والتشيس فترة، وبعدين شلتهن خليتهن يعني فتحت التشيس وخليتهن بالحوض. وهسه راح اخليكم ويا الفيديو وان شاء الله يعجبكم. للي متابعني، انا عندي حوض مال تيترا 36 لتر، فاللي راح اسويه هسه هو اشتري من هذني، عندي من عندهن بس اشتري بعد من هاي النيون تيترا الصغار. هذا السمك منه شوفوا عبالك مسقول حلقوم حامص حلو، مو سمك، ما اعرف من يشتري بالضبط. هذا السمك يبيعوه واكلون بيه سمك المفترس الاوسكار وغيره، يعني هذا عبارة عن اكل مو سمك. هذا الكوي، هذه تكبر تصير كلش كبيرة، يعني هاي الصغار مالتها. وهذني الجولد فيش، وهذا الزرق الطبيعي خليه هنا. وهاي الانجل